غيروا منا العياشة، ها ها داسية ديال المغرب تجتاح الأسواق الجزائرية داسية. السلام عليكم، كيف حالكم يا كراغيلة؟ اشتقنا لكم، هيا بنا إلى المونديال. الإخوان اليوم غادي نشوفوا داسية المغربية تجتاح الأسواق الجزائرية. يا سلام يا سلام، ديك العياقة ديالكم كاملة، ورحنا كان المغرب كاين في خروايض، المغرب ما كيصنعش السيارة. واش هاد الشيء يا الكراغلة؟ ماذا يا الكراغلة؟ يلا عفوا ندوزو الأول فيديو من الفيديو اللي صيفطتو. السيد الوزير الخارجية، لما يخرجوا واحد يقول لي لا هذه من ذوي الاحتياج، لا 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 هذه راه سفيرة الجزائر في اليونيسي. رجي نشوف واش كتقول. عفوا باسكو شويه ستريس. تصفيق علاش؟ قلت لهم فيا ستريس وكيصفقوا. سير كراغلا وصل. اوف قلت له السيد الوزير الخارجية، كاين شي مسؤول عنده ما عارف يعطي جملة مفيدة. جملة ما كاينش، نزيدو نصبروا معاها. السيد الوزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، سيد السادة سمحوا لي ثلاث باسكو مداري انا نهضر ديريكت ثم لا حول ولا قوة الا بالله. شربت قليلا من البيرة فلا شيء عليك. ما بعيدش تكون تاهي ضربت شوية ديال البيرة. أول مرة تقريبا نسمع به. هذه فيانداشي. شد شي الكراغلة. حينما يبدع الكرغولي في طاي الطعام من تحت لحم كفت. لحم كفت طويصات تاع لحم كفت، وعمرناهم بلا بوشادو. دوزو الفيديو اخر. لي زالجيريا واللي تعيروا المغاربه وكتقولوا لنا حنا لي جويف ماروكان تتبقاو تعيروا فينا، انا غنقول لك واحد الحاجه وتقدر تضرك شويه، مي لوجيك. اللي قتل جدك وعملوه في الفيترينا ماشي لي جويف ماروكان نيشان، وماشي يهود وماشي مغربيين، راكم عارفينهم شكون هما. اللي ماماهم فرنسي كل دابا تضربوا ليهم السلام، وشفنا الجنرال تاعكم خرج كيقول بيغ سيمون كونونيل. فين عمركم شفتوا الجنرال كيضرب السلام للكونونيل وكيحترمو؟ الو نتوما خوافه، حنا المغرب نيشان. هذه دارها شنقريحة فاش مشى لفرنسا. بين الراية نتاعنا مرفوعة في العلام كامل. الوغو هذا الفقيه نتاع القطة اللي قلتو حقا حنايا عندنا المعجزة، وسيدي ربي بغا يرسل لكم واحد الميساج، ما تبقاوش تاكلوا المشاش، وانتوما ما تطيحش عليكم حتى الشتا، بقى غا المعجزة. هضر على داك الفقيه مول المش اللي قلتوا لنا معجزه، انتما حتى ما كطيحش عندكم عاد المعجزه مشاش، وانتما ما تطيحش عليكم حتى الشتا، بقى غير المعجزه. هذه عجبني فيها. ندوزو الفيديو اخر. شكرا للجزائر. هل العمله الصعبه كيجيبوها لهم الجزائريات؟ شركه ام حسن انت كيخدموا في لي كلينيك في دبي. شكرا للجزائريين مع الاماراتي هكا كيما كبرتوا بيا قال لك شرحت بيتكم. كيشكر الجزائريين وكذا اللي راه كيما راه ما علاش هاد الامارات يطلعوا كيعلقوا كيشكر الجزائري؟ دابا على بالو الجزائر هادي تقلقوا لانه جا لعند وبغى قال زعما هادي ادورا فيهم النفس هادي تقلقوا كذا اللهم نشكرهم وراكم فوق راسي. ايه دي بلا ما تشكرهم ما يضرب معاك بنت بلادنا
حول ولا قوة إلا بالله. اش قلت لها؟ اسمع نعاودوها، اسمعوا اش قال لها. قالك راه عجبوني بنات بلادكم. كيقول صافي زعم عليهم هاد الامارات. في الاول خاف، راكم فوق راسي راكم كذا، صافي زعم. واش قال عاود؟ قال لكم احنا عيال زايد بنتكم في عيوننا. احنا عيال زايد بنتكم في عيوننا. ماذا يا كرغولي؟ ماذا يا كراغي؟ من عندي انا تحية خاصة لعيال زايد هكا ناس الامارات اللي احنا عنبية تاعنا. لا حول ولا قوة الا بالله. دوزوا الفيديو اخر. سيدات الجزائر لوحة تكعيبية مفعمة بالحياة بألوانها الزيتية المتنوعة. احنا مازال كنهضروا على الكرغوليات. يلا سير نبداو نرسموها معاود كما تخلقوا. مبنى فني للفنان الإسباني بيكاسو رسمه عام 1955 في العاصمة الفرنسية باريس. فرنسية داوم حتى فرنسا باش يرسموهم. ليصبح بعد 60 عاما اللوحة الأغلى في التاريخ. شحال؟ انقلاب في مزادات الربيع توقعه لويك جوزيه مثمن اللوحات الفنية في موقع كريستي في مارس آذار الفائت، حيث لم يستبعد أن يصل سعر اللوحة إلى 140 مليون دولار. 140 مليون دولار. السؤال المطروح، واش الجزائر عندها شي نصيب ولا شي نسبة من هذا من هذا اللوحة هذه؟ وراه الجزائريات هذوك عندهم شي نصيب الاخوان الجزائريين؟ دابا كومونطيو لي قول لي واش الجزائر عندها شي نصيب من هذه اللوحه هذه. رقم رفعه عدد من المنافسين شاركوا في المزاد هاتفيا ليرتفع السعر الى 160 مليون دولار، لم تشمل عموله دار المزادات التي تزيد عن 12%، نسبه اوصلت السعر النهائي للوحه الى 179 مليون و365 الف دولار. إنه ليس مفاجئا أن تباع لوحة لأحد عباقرة القرن العشرين بما يقارب 180 مليون دولار. لأني راس السلعة الجزائر هذه الباطريات جاتهم موراك باين داك الشيء الجزائر، وزعما خص تعطيو الجزائر واحد النسبة ديالها. حشومة صاحبي، راه هذا الشيء راه ما تماش صراحة. صورتوا الناس، بعتوا داك الشيء للناس، عطيو الناس رزق. عطيو الكراغ لا رزقو. بحسب رأيي فبيكاسو هو مزار الرسم. داك بيكاسو توا ما يسخليش. سيدات الجزائر من الجزائر على ماشي صورة. تعد إحدى أشهر اللوحات الشرقية، استوحاها بيكاسو من عمل للرسام الفرنسي أوجان دولاكوا لمجموعة من بنات الهوى الجزائرية. واخا هكاك عطيو الناس رزقهم، عطيو الجزائر رزقها. وكانت قد حملت اسم سيدات الجزائر أيضا. حتى الا ما قدرتوش باش تعطيو الاحفاد وولاد ولاد هذوك الجزائريات اللي طرسوا، قبحتو راك حتى راك كاين مصطفى بونيف، كاين بن سديره، عطيو الناس رزق. لا حول ولا قوه الا بالله، عطيو الناس رزقهم. صح صورتو لا، عطيو الناس رزقهم. دوزو الفيديو اخر. غيروا منا العياشه، ها داصيه ديال المغرب تجتاح الاسواق الجزائريه، داسيا الحديثة والمحسنة التي من المرجح أن يتم تسوقها في قريبا تجتاح الأسواق. عرفتي الدخلة ديال الجزائر؟ صافي كلشي غادي يحطو. وفي قلت لنا كنفخو الروايب. ما هذا يا كراغينا؟ ما داسيا؟ ما عمري ما شفتي واحد كيعاير راسو، راه بوسبير راه عايرتي راسك. راه فاش بحثنا ولقينا أن شكون اللي كانوا خدامين في بوسبير لقيناهم كرغوليات بحال هذو اللي رسم السيف اللي كيتاجر باللوحه ديالهم. هذوك اللي كانوا خدامين في بوسبير، هذيك شركه ام حسن، عندك واحد الفئه فيها جات لبوسبير تخدم، واحد الفئه بها فيها مشات ترسم في فرنسا، مشاو باش يرسموها في فرنسا من اجل ويعطيهم طريق للطاكسي ويمشيو بحالهم، واحد الفئه مشات لدبي باش تقول دبي دبي. بغيتوريك حنا ليكم، يلا تعرضوا وجدوا ريوسكم. تحياتي لكم الاخوان ديما مغرب ولا عزاء للكراغيله. السلام عليكم.